مرة واحدة من الزوجات تقول لي أنا زوجي كله ساكت وإحنا المشكلة دائما عندنا طرق طويلة. تقول ذاك اليوم طالعة من الكويت رايحة الدمام، وبعدها بيوم طالعة من الدمام للرياض، وكلنا نسافر بالسيارة وزوجي كله ساكت، والحل؟ قلت لها سمعي، اخذي معك كتاب واختاري موضوع يكون مناسب، اقري شوية وانتي بالطريق، وبعدين وقفي وتناقشي معاه بالأفكار. قالت والله فكرة ما فكرت فيها، وجربت الفكرة من الكويت للدمام وثاني يوم من الدمام للرياض. عشان تقول لي صراحة استمتعنا في الطريق واستأنسنا، وصار زوجي يسولف معاي ويتفاعل، أنا أقرأ وهو صرنا نتناقش بالأفكار. ومرة دخل علي واحد وياي بزوجته معاه، عشان يقول لي دكتور أرجوك أنا أحب السوالف، أحب أخذ وأعطي، وزوجتي كلها صامتة ما تسولف ما تأخذ وتعطي، وحتى لما أنا أسولف تعليقها بسيط. عشان أقول له تدري ايش رايك انت بدل ما تقول السالفه مره واحده قولها على 3 4 مقاطع، وكل مقطع توقف عنده قول لها ايش رايك، او قول لها ايش تتوقعين نهايه القصه، يعني تعامل معها بهالطريقه شوي شوي لما هي تسولف. فالتفت عليها قلت لها موافقه؟ شو تقول لي موافقه. والله نفذ الفكره هذه. يقول لي طبعا عقب شهرين، يقول طبعا هي ما تحسنت وايد بيني وبينك، بس على الاقل صارت تاخذ وتعطي معي.